انا كي نقول لك نعرف درياسة اعز المعرفه، لا ماهوش يعني، فلربما لان كان صديقي وكان صاحب دربي وعشنا كيف كيف، سافر معايا، سافرنا بعض كيف كيف، كنت نسكن في لا بلجيكي، عيط لي نخدم معاه وين كاين حفله في فرنسا، نهبط كنت انا وتيسير عقله نهبطوا له من بلجيكا نهبطوا في فرنسا نخدموا معاه. سي الانسان هذا ما عندوش هذا الحقد وهالاشياء هذه، بالعكس معطاء معطاء، ولا هو عطى للناس اغاني كثيره، وبالتالي هو عطى الخليفه احمد او الخليفه احمد عطى له حوالي 25 غنيه من 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 الشعر الملحون. منهم كلمني ونكلمك في التليفون وسعدي على حاله قلبي كيراني، وهذيك وسمح له فيهم سجلهم باسمه خليفه احمد، لان خليفه احمد رحمه الله كان عملاق، يعني عملاق وكان رائد، سبقوا في التجربه، كان رائد في، وهو كان من الناس اللي لانه هو اسبق، كان رائد في الاغنيه الصحراويه خليفه احمد بهيئته. وهذا الصور اللي احنا شفناهم عند الاستاذ ربح درياسة في اللباس الفيديو خضاهم على خليفة على خليفة احمد، ولكن هو طور الاشياء ما خلاوهاش كما كانت في القديم بالجوق يعني بالجواق، هو طور حتى بالقصبة، يخدم بالقصبة وبالبندير، لكن هو طورها دار الاوركسترا، طور ودار في الفرقة الموسيقية وطور. هو انسان مبدع وانسان عنده، وكان عنده انسان عنده فكر واسع.